اللهم وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وما عملت في هذا الشهر من إثم أو ذنب أو خطيئة فأسألك يا الله أن تصفح عني وتتجاوز عن سيئاتي، فإني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بمغفرة منك ورحمة يا أرحم الراحمين. فأسألك يا الله أن تقبله مني بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك حتى ترزقني فيه كل خير مطلوب يا أرحم الراحمين.